من الأمثلة من الواقع. من الناحية الإعلامية، قناة الجزيرة التي أنشئت لنشر الفتن في ديار المسلمين والتحريش بين المؤمنين، فإنك إذا نظرت إلى أعمالها منذ إنشائها إلى اليوم وجدتها تقوم على الخطوات التي ذكرناها. التنفير من أهل الفضل ومن حكام المسلمين ومن علماء المسلمين الربانيين، والتنفير من المجتمعات المسلمة، وتلميع أهل الشر والفتنة والباطل، ودعوة أهل البلدان إلى التوراة على حكامهم، ونشر ما يؤول إلى التكفير أو فيه دعوة ظاهرة إلى التكفير، وتشجيع التدمير. وإنهم والله لا يصفون الإرهابيين المجرمين بأوصاف الضلالة التي يستحقونها، ويصفون أهل السنة لا سيما علماء هذه البلاد وحكامها بأسوأ الأوصاف.